ينضم إلينا من بيروت أسعد بشارة المحلل السياسي. أهلا بك سيد أسعد. يعني تحذيرات وأيضا تصريحات بدءا من الأمس واليوم من قبل رئيس الحكومة أو حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأيضا تصريحات بالأمس رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري. لنبدأ من تصريحات دياب، يعني كيف يمكن تقرأ تصريحات دياب في هذه المرحلة ويمكن قراءتها أو تفسيرها تقريبا؟ الكلام عن التسارع الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان يستند إلى أن المراحل المتتالية لهذا الانهيار تقترب من الوصول إلى بؤر خطر جدا. رفع الدعم عن المواد الأساسية الطبية والمحروقات والأغذية والطحين يعني نتيجتين، الأولى هي أن هذه أسعار هذه المواد سوف تكون في غير متناول المواطن اللبناني نظرا لأسعارها الكبيرة المبالغ فيها. الأمر الثاني هو أن ذلك سيؤثر مباشرة على الليرة اللبنانية المتداعية أصلا، بحيث أن الطلب على العملة الصعبة للاستيراد سيكون كبيرا جدا. حجم التغطية المالية التي يؤمنها مصرف لبنان لهذه المواد هي بحدود 2 مليار دولار سنويا، هذه ستؤمن من السوق السوداء، بالتالي يمكن تصور ماذا سيحصل بالنسبه لسعر صرف الليره نسبه الى الدولار. البعض يتوقع انه يعني يتجاوز ال 15,000 ليره، اي سيتضاعف عما هو عليه الان، وبالتالي الرواتب في الليره اللبنانيه تتآكل الى حدود الصفر، ستعلو درجة الصفر إلى نسبة تفوق 60 أو 65%، وهذه هي النتيجة الطبيعية لما سيحصل في الشهرين المقبلين. هذا هو مضمون كلام فيها. نعم، طيب يعني سيد أسعد، هل هذه التحذيرات التي جاءت على لسان دياب تحدثت عن انفجار مجتمعي كبير، هل ستلقى آذان صاغية من قبل من قبل الطبقة السياسية في لبنان إذا اتجهنا إلى هذا السيناريو، وإذا اتجهنا إلى سيناريو آخر بأنه لن يكون هناك آذان صاغية لهذه التحذيرات، أين سيتجه لبنان ومن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟ منذ 17 تشرين بدأت تزول الأقنعة، ليس هناك من طبقة سياسية، هناك واجهات لقوة حقيقية تمتلك القرار، هي اسمها حزب الله الذي هو امتداد لإيران. بالتالي القرار لدى حزب الله. الآن يتم الكلام عن إعادة تسمية سعد الحريري، وهو قدم بالأمس أطروحة سياسية تنم عن رغبة بالعودة ولكن بشروط التزام بمضمون المبادرة الفرنسية، ودون أن يشرك في حكومته إذا ما تم تسميته أي من هذه المكونات. أنا أعتقد أن الأمور تتجه إلى تسمية سعد الحريري، ولكن ليست هنا النقطة الأساسية. النقطة الأساسية إذا ما سمي سعد الحريري، هل ستلقى حكومته التي ستشكل نفس المصير لحكومة حسان دياب لحكومة مصطفى أديب أم لا؟ الأرجح نعم ستلقى نفس المصير، بالتالي هذا اتجاه يكرر نفسه. نحن أمام سيناريو مكرر، يمسك بالقرار اللبناني هو حزب الله، وبالتالي هو يمتنع حتى الآن عن إعطاء أي فرصة لتشكيل حكومة مستقلة قادرة على القيام بإنقاذ اقتصادي. نعم، طيب سيد أسعد، هل يمكن أن يصل لبنان إلى حرب أهلية بحسب تصريحات الرئيس الحريري، أم أنه تصريحاته فقط في الإطار التحذيري بعد أن فشل لبنان بتشكيل الحكومة، وأيضا لن نقول فشلت بل تأجلت المبادرة الفرنسية؟ يعني هل يمكن أن هذه التحذيرات التي أطلقها سعد الحريري هي رسالة تحذيرية إلى حزب الله؟ أنا لا أعتقد أن هناك حرب أهلية في لبنان، ليس هناك من سلاح غير شرعي إلا سلاح حزب الله، مقابل ليس هناك من سلاح مواجه، ولكن هناك شيء موازي أخطر بخطورة الحرب الأهلية، وهو الفوضى الحتمية التي ستنتج عن انهيار الأمن الاجتماعي. عندما ينهار الأمن الاجتماعي لا يعود هناك من سيطرة لدى لا جيش ولا قوى من داخله ولا أي سلطة سياسية على ضبط هذا الانهيار بشكل الذي يمكن
يعني تصور. وبالتالي نحن نتحدث الآن عما سماه وزير خارجية فرنسا يعني مرحلة تفكك لبنان، تفكك حقيقي، ليس في الأمر أي مبالغ. إذا ما انهار الاقتصاد بشكل كامل وانهارت العملة، يعني نموذج فنزويلا أو نموذج الصومال أو نموذج آخر يعني شبيه، إذا لم يتم تشكيل حكومة مستقلين تحظى بثقة الخارج قبل الداخل، قبل الداخل أقصد يعني الشرائح المجتمعية في لبنان، إذا لم تنال هذه الحكومة الثقة يعني بترجمتها المالية الاقتصادية أن تأتي المساعدات لحكومة تنفذ إصلاحات حقيقية، لن يكون هناك أي بداية للاستقرار نحو إصلاح اقتصادي ونحو منع الانهيار الكامل. باعتقادي أن حزب الله يصر على الإمساك بورقة الحكومة، لأن حزب الله هو امتداد إيراني، وهو يستعمل لبنان كورقة، وتشكيل الحكومة هي أحد الأوراق الأساسية التي يمتلكها والتي لا يريد التفريط بها. هكذا اصطدمت المبادرة الفرنسية بالحائط وهكذا فشلت. واعتقادي أن سعد الحريري إذا ما كان يطمح لأن يبني مساكنة أخرى مع حزب الله فإنه واهم، وهو سيصطدم أيضا بالحائط. نعم. طيب سيد أسعد، تحدثت عن الحكومة التي يطمح إليها الشعب اللبناني، حكومة إصلاحية. يعني هناك توقعات بأن يجري الرئيس اللبناني ميشيل عون في الأسبوع المقبل مشاورات نيابية بما يخص تكليف رئيس وزراء جديد. ما هي هذه التوقعات بخصوص هذه المشاورات؟ يعني حدد عون تاريخ المشاورات وبذهنه أن يحرج حلفائه لأنه ليسرعوا بين عملية تشكيل الحكومة كونه يستنزف آخر ما تبقى له كرئيس الجمهورية. نحن ندخل في السنة تقترب دور السنة الخامسة من هذا العهد، وهو عهد برأي غالبية اللبنانيين عهد مشؤوم. تحديد المشاورات لا يعني حكم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة، لأن عون خرق الدستور فهو يريد ومن وراء حزب الله أن يبتز الرئيس المكلف قبل أن يسمى لكي يشكل حكومة كما يريدون. بناء على ذلك يسمونه في مجلس النواب، يسمونه لدى رئيس الجمهورية ويشكل حكومة بشروطه. هذه الصيغة هي صيغة كما قلت صيغة مكررة، هذه الصيغة أنتجت كل أنواع الفشل والفساد، هذه الصيغة لم تعد صالحة لإنقاذ الوضع في لبنان، وبالتالي عون لا يفعل إلا أن يكرر التجربة السابقة. الآن إذا ما اتفقوا على تسمية الحريري، وإذا ما اشترط الحريري أن يعود بتعهد بتنفيذ المبادرة الفرنسية والمشروع الفرنسي للإنقاذ الاقتصادي، سيفرضون عليه بتشكيل حكومته مشاركة عونية وحزب اللهية وحركة ثمل وغيره، فنعود إلى صيغة الحكومات التي ترأسها الحريري نفسه والتي كانت سببا في وصول البلد إلى الانهيار. يعني تعني العودة إلى المربع الأول. حزب الله. نعم نعم، من دون أن تنزع يد حزب الله أولا وحلفائه وكلاؤه الواجهات السياسية التي ينصبها في داخل هذه الحكومة والتي يسميها حكومة وحدة وطنية زورا، لن يكون هناك تحت لبنان. جوهر مبادرة ماكرون كانت أن تنزع يد هذه القوى السياسية على رأسها حزب الله عن تشكيل حكومة، تشكل حكومة أكفاء تأتي المساعدات بناء لإصلاحات في كل القطاعات الحيوية من الكهرباء وغيره وغيره، لكن تم إفشال المبادرة الفرنسية. الآن هم أمام تحدي تشكيل حكومة مكررة، هذه الحكومة المكررة هي وضحت الصورة لأسباب الفشل والانهيار. نعم، من بيروت أسعد بشارة المحلل السياسي، شكرا لك.